السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه فايدة تعلم الريفت المعماري للمهندس الناشئ؟ ده السؤال اللي جه. تمام، هو السؤال من شخص عزيز فانا واثق في رأيه، انما في ناس تانية بتفكر بأسلوب مختلف عن اللي سأل السؤال، اللي هو اسلوب انا دلوقتي مهندس كهرباء وكل المهندسين التانيين بيكسبوا فلوس ما عدا انا، فانا لازم اتعلم الحاجة التانية. تمام، في ناس كذا يعني تقريبا كل الاقسام تبعت لي تقول لي انا عايز اتعلم قسم التاني، انا ميكانيكا وعايز اتعلم انشائي، انا انشائي وعايز اتعلم معماري. انا هتتعلم هتبقى منمذج، مش هتبقى فاهم ايه اللي بيحصل، مش هتعرف تدخل في الحسابات او هتبذل جهد. يعني مفيش حاجه اسمها حاجه مستحيله او حاجه مقفوله على نوعيه معينه اتولدوا هم بتوع كهرباء او بتوع معماري. تمام، دي يعني كل واحد سبحان الله ربنا مديله رزق، ويعني احصائيا اكتر ناس المرتبات بتاعتها كويسه او اكتر ناس مليونات هم مهندسين الانشائي. تمام، بدليل نجيب سويرس واحمد عز واغلب المليارديرات في مصر مهندسين شيء ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. تمام، طيب الحاجه الثانيه ان انا ممكن وانا مهندس انشائي مثلا او مهندس معماري او كذا محتاج حاجه من القسم الثاني. تمام، بمعنى انا دلوقتي خلاص مهندس انشائي وشغال بيم، تمام، بس في جزء معين انا محتاجها، بمعنى مثلا الاظهار او الرندر، فبخش اتعلم الجزء دوت. تمام، ما بدخلش بقى في قصص كتيرة، لا ببقى فاهم بس ايه اللي بيحصل، التقسيمة دي ليه. يعني انا مثلا لو مهندس معماري وفاهم جزء مثلا بفهمه من خلال الاحتكاك بالشغل، فاهم مثلا الكهروميكانيكال بيبقى محتاج مثلا مساحة معينة ورا كل حمام على اساس يبقى منور ويتركب في المصير، فببقى عامل حساب المساحة ديت قبل ما ببعت للكهروميكانيكال ويبدأ يحط لي الريكويرمنت. لا انا عملت الريكويرمنت، فكويس جدا ان كل واحد فينا يبقى فاهم بقية الاقسام، لان مفيش قسم مقفول على نفسه. يعني من شبه الاقسام كلها بجسم الانسان، في هيكل عظمي ده مثلا الانشائي، في جزء مثلا المعماري ممكن نقول مثلا الدوره الدمويه، ممكن نقول الكهروميكانيكال هو الدوره الدمويه يخلي الجلد مثلا هو ده المعماري. تمام، فما ينفعش واحد فيهم يشتغل لوحده. تخيل انت شايف انسان عظم بس، ده انت هتترعب، او شايف جلد بس، لا لازم كله مع بعض، لازم كله يتعامل مع بعضه، وما ينفعش حد يحل محل التاني. يعني ثق ان انت لو قلت انا بريمو وهخش معماري وشايف كهروميكانيكال هتتشتت ومش هيفيدك. تمام، لا الاحسن ان انا اتقن الحاجه بتاعتي. يعني انا مهندس انشائي مثلا وخلصت مثلا الريفت، ممكن اتعلم برنامج تحليل انشائي زي الروبوت، زي الساب، زي ايتابس، اي برنامج. اما اتعلم برنامج للشوب دروينج خاص بالانشائي، ابقى فاهم المعماري بيعمل ايه وفاهم الكهروميكانيكال بيعمل ايه، وفاهم ان مثلا الغرفه دي بيبقى فيها احمال فببقى عامل حساب فيها وهكذا. تمام، فالافضل ان كل واحد يركز في تخصصه ويبقى عارف التخصصات التانية، عنده معلومات، وبتيجي المعلومات دي من خلال الاجتماعات. ممكن مثلا وانا في الاجتماع الانشائي المعمار قال حاجه فانا ممكن اساله كده اشمعنى دي ليه، ما استكبرش ان انا اسال، لا بسال مره واثنين وثلاثه في اي حاجه، اي كلمه جديده بسمعها في الاجتماع ممكن بعد ما اخلص الاجتماع اسال لها دي ايه معناها ايه، طب جت منين، طب في كتاب، وهكذا ببدا اتعلم واحده واحده.